السلام عليكم، اهلا بيكم. ازيكم يا دكتور؟ عاملين ايه؟ دي اول محاضرتنا في البايوكيمستري. البايوكيمستري من المواد المهمه على مستوى ستيب 1، وطبعا على مستوى الميديكال سكول. يعني اسئلتها كتير في الامتحان، وكتير من الطلبه ما بتحبهاش، ولكنها ماده لطيفه. واللي مخليها ماده لطيفه على مستوى السمه، لان هو يعني ايه بيهتم قوي في الامتحان بجزء الكلينيكال، يعني الحاجات اللي انا ممكن ما اقدر استفيد بيها على مستوى الكلينيكال لايف من البايوكيمستري. فيعني في حاجات كده هنلاقي التركيز عليها قليل، مثلا زي حاجات الاستراكشرز والكلام ده، يعني دي مش مهمه على مستوى ستيب 1 يعني. طيب البايوكيمستري عباره عن 3 بارتس او 3 مين بارتس كده، اللي هم الموليكولار بيولوجي والميتابوليزم والجينيتكس. ولكن في شويه حاجات كده صغيره في النص، زي مثلا انزيم الفيتامينز الهرمونز والنيوتريشن، ودول اصلا يعني كفرد ان يعني اذر ايه سبجكتس يعني. طيب اول حاجه هنبداها النهارده ان شاء الله هي الموليكولار بيولوجي. الموليكولار بيولوجي ده جزء كبير في البايوكيمستري، وهو بيدور حوالين النيوكليك اسيد ستراكشر وفانكشن الدي ان ايه والار ان ايه والوظائف بتاعتهم، وشويه مواضيع اخرى زي الجين اكسبريشن، الدي ان ايه ريبليكيشن، وكمان شويه يعني ايه لابوراتوري اكزامينيشن كده بتطبق على الموليكولار بيولوجي. نتكلم برضو عن الميوتيشن، يعني كل ما يخص النيوكليك اسيد بشكل عام. طيب بدايه كده، النيوكليك اسيد يعني هو الماده الوراثيه في كل الكائنات. النيوكليك اسيد قد يكون يعني دي ان اي او ار ان اي. تعالوا ناخد مثال كده. لو انا عندي دي خليه في ايوكاريوتيك سيلز مثلا، خليه من هيومن جواها نيوكليوس، النيوكليوس موجود فيها مجموعه من الكروموزومات. لو انا خدت الكروموزوم ده وكبرته شويه هلاقيه عباره عن دي ان اي، تمام؟ دي اوكسي نيوكليك اسيد. الدي ان اي ده هو لو انا خدته وكبرته شويه هلاقيه عباره عن دبل ستراندد دي ان اي ستراكشر، دبل ستراندد دي ان اي. طيب لو انا خدت الدبل ستراند ده اهو وكبرته شويه، خدت ستراند منهم وكبرته شويه، هلاقي عباره عن مجموعه من البيزس عامله بيرنج مع بعضها. ولو انا كبرت البيز دي شويه هلاقي عباره عن لا اما بيورينز لا اما بايريميدينز، تمام؟ يبقى تاني كده، انا جوه النيوكليوس عندي طلعت كروموزوم، الكروموزوم ده كبرته شويه هلاقيه عباره عن لينير دي ان ايه، الدي ان ايه عباره عن دبل ستراندد، لو خدت ستراند واحد فيهم هلاقيه بيورين او بايريميدين. زي ما احنا عارفين البيورين عباره عن ادينين وجوانين، وبشكل عام هي عباره عن تو رينج ستراكشر، ماشي؟ يعني الاستراكشر مش هيفرق معانا كتير قوي، فيعني رينج شيب تو رينج شيب ستراكشر. البايريميدينز عباره عن 1 رينج، وهي بتتكون من السيتوسين، الثايمين واليوراسين، ماشي؟ بالنسبه للادينين والجوانين والسيتوسين والثايمين، فهم يعني دول موجودين في الدي ان ايه، لكن اليوراسين بيبقى موجود في الار ان ايه. اذا ده الشكل العام بتاع الاستراكشر بتاع الدي ان ايه، عباره عن مجموعه من البيزس اللي عامله مرتبطه ببعضها. وعايزين يعني نتعمق اكتر في الاستراكشر اصلا بتاع الدي ان ايه يا دكاتره. الدي ان ايه زي ما احنا شايفين كده عباره عن دبل ستراندد، كل ستراند بيتكون من المجموعه دي. طيب الستراند الواحد لو احنا جينا بصينا فيه هنلاقي عباره عن بيزس مرتبطه ببعضها بفوسفو داي استر بوند. يعني لو انا خدت ده اهو دي بيز مثلا، والبيز اللي بعدها ديت هيبقى فيه يعني فوسفو داي استر بوند ايه في النص، فوسفو داي استر بوند في النص ما بين كل بيز والبيز اللي بعده. طيب الدي ان ايه ستراكشر بشكل عام ليه اتجاه، ليه اتجاه؟ يعني لو انا خدت مثلا اتجاه وليكن 3 داش 3 داش دايركشن تو 5 داش دايركشن، فبالتالي الفوسفيت او الفوسفو دايستر بوند اللي موجوده عندي دهيت هتربط ما بين 3 داش و 5 داش شوجر، هتربط ما بين 3 داش و 5 داش، تمام؟ يبقى اذا ده الاتجاه. وبرده لما اجي اقرا الدي ان ايه انا بقراه باتجاه، بحط 3 داش و 5 داش،
او لو انا حتى هعمل ريفرس يعني 3 داش كده قبل ما اكتب الدي ان ايه وبعد كده ال 5 داش وفي النص الدي ان ايه مثلا اي سي جي اي اي وهكذا. طب لو انا هقراه من الناحيه الثانيه يبقى انا هريفرس احط ال 5 داش هنا واقوم قارئ ايه العكس تمام. وعشان كده الدي ان ايه بيبقى ليه بولاريتي تمام، يبقى ليه قطبيه يعني على حسب هو 3 داش ولا 5 داش. وفي نفس الوقت بما ان هو هيبقى دبل ستراندد فالستراند الاخر بيبقى عكسه عشان يحصل بيرنج. يعني لو ده 3 داش ل 5 داش يبقى الستراند الاخر 5 داش تو 3 داش. وبالتالي يجي معلومه مهمه وهي معلومه البيرنج، يعني معلومه بيزك جدا، ان انا عندي البيورين بتعمل بيرنج مع البايرميدينز، البيورين بتعمل بيرنج مع البايرميدينز. فانا عندي مثلا الادينين، الادينين هيعمل بيرنج مع الصايمين تمام، والسيتوسين هيعمل بيرنج مع الجوانين ماشي. يبقى اذا ده كده البيرنج بتاعي. وبالتالي برضو معلومه، لو انا قلت لحضرتك مساله بسيطه خالص، يعني انا عندي 50 ادينين في الدي ان ايه موليكيول ده، يبقى انا عندي كام كام صايمين؟ لو يعني اسيوم ان ما فيش اي ميوتيشنز، يبقى الصايمين بيساوي عدد الادينين والجوانين بيساوي عدد السيتوسين تمام. يبقى اذا ده دي نقطه كده ايه بيزك لازم نعرفها. طيب في برضو يعني يعني في حاجات برضو لازم ناخد بالنا منها، ان الدبل ستراند ده دكاتره بيتحدوا مع بعضهم ب يعني هيدروجين بوندز، بيتحدوا مع بعضهم بهيدروجين بوندز. يعني عندي مثلا الجوانين تتحد مع السيتوسين ب 3 يعني هيدروجين بوندز، والادينين تتحد مع السيتوسين ب يعني 2 هيدروجين بوندز. باي ذا واي الهيدروجين بوندز ديت يعني يعني نقطه سترونج بوندز، فسهل جدا ان احنا ايه نعمل لها يعني نفك الاستراكشر بتاعها يعني. طيب تعالوا نتكلم عن حاجه ثانيه وهي يعني تفاصيل شويه بقى في الاستراكشر. احنا قلنا ان احنا عندنا بيزس اللي هي البيورين والبيرميدين وكل واحده فيهم ادينين وجوانين، بس انا عندي حاجه اخرى اسمها نيوكليوسايدز ونيوكليوتايدز. نيوكليوسايدز ونيوكليوتايدز. احنا عندنا في البدايه خالص بيز، خلينا ناخد مثال كده، عندنا وليكن بيز زي الادينين ماشي. الادينين الادينين ديت لو ضفنا لها شوجر بقت نيوكليوسايد ماشي. الشوجر الشوجر ده بادئ بايه؟ باس تمام. يعني هضيف للادينين اس فتبقى ادينوسين ماشي. طيب الجزيئات دي اصلا جزيئات بتخزن طاقه، او اصلا بيبقى فيها فوسفو داي استر بوندس، يعني بيبقى فيها فوسفيت، واحنا عارفين ان الروابط ديت اما بتضاف لها فوسفيت بتبقى مركبات عاليه الطاقه ماشي. وطبعا احنا الفوسفو داي استر بوندز دي احنا اصلا بنستخدمها عشان نربط الدي ان ايه اصلا ببعضه يعني. فانا عندي النيوكليوسايدز دي اما هضيف لها فوسفيت هتتحول لنيوكليوتايدز اللي انا بستخدمها في الدي ان ايه. يبقى بيزس وليكن ادينين، وبعد كده عندي الادينوسين، وبعد كده عندي النيوكليوتايد. على حسب بقى هو اضاف كام فوسفيته هيبقى النيوكليوتايد اللي عندي. يعني مثلا لو انا ضفت فوسفيته واحده يبقى ادينوسين مونو فوسفيت، لو انا ضفت اثنين فوسفيت يبقى ادينوسين داي فوسفيت، لو انا ضفت ثلاثه يبقى ادينوسين تراي فوسفيت ماشي، اللي هو الاي تي بي. وكل طبعا ما ضفت فوسفيت للمركب كل ما كان فيه روابط اكتر، والروابط دي دكاتره بتحتفظ بالطاقه عندي، تبقى مركبات عاليه الطاقه. نقيس بقى على الامر ده كل حاجه، يعني مثلا عندي سيتوسين يبقى النيوكليوتسايد بتاعته سيتيدين، وبعد كده عندي مونوفوسفيت داي فوسفيت تراي فوسفيت، اليوراسيل يبقى يورادين يوريدين، ويوريدين مونوفوسفيت داي فوسفيت تراي فوسفيت وهكذا تمام. يبقى اذا ده الفرق ما بين النيوكليوسايد والنيوكليوتايد والاستراكشر المختلف بتاعه. طيب عندنا بعد كده في بقى نقطه مهمه وهي نقطه الايه الديناتوريشن والريناتوريشن اجين. طيب كلمه ديناتوريشن يعني ايه؟ ان احنا نفك الدبل ستراند اللي موجود عندنا ده، مش ده دبل ستراند
ان احنا نفك الضم السلامي. فانا عندي يعني الطف ميثود يعني وي كان يوز تو دينيتريت الدي ان اي، ولكن يعني الهيتنج ميثود من الميثود المشهوره جدا. فايه اللي هيحصل؟ الدبل ستراند اللي موجود عندي اهوت هيبقى سنجل ستراند، تمام؟ طيب، طب انا لو رحت عملت كولينج اجين ماشي، يرجع تاني يتعمل له ري انيلينج او ريناتوريشن. طيب انا ليه بعمل الديناتوريشن او الريناتوريشن بتاع الدي ان ايه؟ انا بكل بساطه بفك الدي ان ايه دهوت لسنجل ستراند عشان بعض الاكزامينشن او التست اللي انا ممكن اعملها، زي مثلا البلوتينج تكنيك. يعني لو انا عايز افحص حته معينه في الدي ان ايه، طبيعي ان انا هقعد افك في الدي ان ايه، افك في الدي ان ايه، افك في الدي ان ايه لحد ما اوصل للجين او المكان اللي انا عايز اعمل له طبعا ايه تيستنج. يعني من الحاجات المشهوره جدا في الموضوع ده هو الساوثرن بلوت، وطبعا كمان البي سي ار. يعني انا عايز اعمل بروبنج لجزء معين في الدي ان ايه، فمنطقي جدا ان انا افك الدي ان ايه ل يعني سيمبل استراكشر عشان اعرف اعمل له بروبنج. يعني فطبعا الهيتنج يعمل لي ديناتوريشن، والكولينج يرجع يعمل لي ريناتوريشن اجين. يعني طيب نتكلم بقى في موضوع تاني، هو موضوع الباكينج بتاع الدي ان ايه. يعني بنسمع كتير قوي عن الـ عن الـ عن الدي ان ايه، وان الدي ان ايه دهوت يعني باكد في مساحه صغيره جدا، وهو اصلا الطول بتاعه كبير. يعني فازاي الدي ان ايه ده يعني معمول له باكينج في المساحه الصغيره اللي هي بتاعه النيوكليوس؟ يعني اول حاجه لازم اعرفها ان الدي ان ايه في حد ذاته، الدي ان ايه في حد ذاته هو نيجاتيفلي تشارجد موليكول، تمام؟ فانا عايز اعمل كويلينج للدي ان ايه، فبكل منطقيه اعمل كويلينج يعني الفه كده يعني، فبكل منطقيه المفروض ان انا اجيب له بوزيتيفلي تشارجد موليكول عشان الفه حواليه، تمام؟ نفس فكره بكره الخيط بالظبط. عندي حاجه اسمها هيستون، الهيستون ده هو عباره عن مركب بيلف حواليه الدي ان ايه. الاستراكشر بتاع الهيستون يا دكاتره هو عباره عن لايسين وارجينين، تمام؟ يعني الهيستون هو عباره يعني او ريتش في اللايسين والارجينين. طيب واللايسين والارجينين بشكل عام هم اللي بيخلوا الهيستون واخد البوزيتيف تشارج بتاعته. شويه كده معلومات عن الهيستون. الهيستون عباره عن تو كوبي، فاهمني؟ يعني كل هيستون عندي او كل نوع من الهيستون عندي منه تو كوبي جوه الاستراكشر بتاع الدي ان ايه. بكل بساطه انا عندي في حاجه اسمها اوكتامر، يعني مركب رباعي. يعني الكره ده اهي لو انا خدتها حللتها شويه كده او كبرتها بالميكروسكوب هلاقي عباره عن اربع كور صغيرين لازقين في بعض، كورتين من كل نوع، تمام؟ فاذا انا عندي تو تايب من الهيستون جوه الكره ده اهي، تمام؟ اللي احنا نقول عليها دلوقتي النيوكليزوم تو كوبي. فمثلا انا عندي اللي هو ال H2A هيستون وال H2B هيستون وال H3 وال H4، ماشي؟ فالهيستون ده بقى انا لو واخد سيكشن، لو واخد سيكشن كده انا شفت اربع كور، لكن هما في الحقيقه 8 كور اوكتمر، تمام؟ هما 8 كور، 2 من كل نوع، 2 من ال 2A، 2 من ال 2B، 2 من ال 3، 2 من ال 4، ماشي؟ يبقى اذا انا عندي 2 كوبيز اوف اتش هيستون موجوده في الهيستون اوكتمر اللي هي الكره ده اهي اللي انا هلف حواليها الدي ان ايه. يعني هما اربعه متاخد منهم نسختين، ماشي؟ طيب خلاص بدات الف حواليها الدي ان ايه بالشكل ده، بدات الف حواليها الدي ان ايه اهو، ماشي؟ فده كده ايه كويلنج للدي ان ايه. واقوم جايب كوره اخرى بالشكل ده واقوم لافف حواليها الدي ان ايه، تعالى اعمل دي ان ايه اهو، لفيت حواليها الدي ان ايه، وكوره اخرى وهكذا. يعني في النص كده نوع هيستون اسمه اتش 1 هيستون او لينكر هيستون، اتش 1 هيستون، اتش 1 يبقى نسمي كده الحاجات دي 2A 2B و3 و4،
وطبعا عندي ال H1 ماشي ب H1 H2A H2B و H3 و H4. ال H1 هيستون ده لينكر هيستون بيربط ما بين الاوكتومرز ديت وبعضها دكاتره، يربط ما بين الاوكتومرز وبعضها. طيب هل انا اكتفي بقى بالكوندنسيشن ده؟ لا، ده انا هعمل مور كوندنسيشن. هو الاستراكشر اللي اتعمل عندي ده هو دلوقتي بقى اسمه ايه؟ النيوكليوزوم. فانا يعني هعمل مور كوندنسيشن الاول، الشكل بعد ما انا عملت النيوكليوزوم هيبقى الشكل ده كده وهكذا. الشكل ده هو دكاتره بقول عليه 10 نانو متر كروماتين، يبقى ده كده 10 نانو متر كروماتين. تمام. طب انا هعمل مور كوندنسيشن، ركزوا معايا كده، هيبقى الخطوط دي كلها عباره عن بيدز جنب بعضها. انتوا عارفين الوقت ان كده عملت خطوط ايه؟ سبح، يعني عملت شكل حلزوني بالشكل ده. فانا كده بعمل مور كوندنسيشن، فالمور كوندنسيشن هنا هيبقى اسمه 30 نانو متر كروماتين. يبقى الوقت عندي في البدايه خلاص 10 نانو متر كروماتين و30 نانو متر كروماتين. طيب ممكن اعمل كمان مور كوندنسيشن، ان انا اجيب يعني سكافولدنج بروتين والف حواليه كمان ال 30 نانو متر كروماتين ده. يعني المرحله اللي بعد كده ال 30 نانو متر كروماتين، وكمان في مرحله هاير اوردر باكجنج اللي هو كوندنسد على الاخر ومديني شكل هيترو كروماتين. يبقى بالراحه بقى كده نرتبهم احداث جنب بعض كده. يعني هناخدها خالص من البدايه، بيز اهي، البيز ده اتعملت لي سنجل ستراند، سنجل ستراند اتحد مع فوق بقى عندي دبل ستراند، يبقى ده كده دبل ستراند. وبعد كده بدات اعمل كوندنسيشن، قمت انا عامل اللي هو 10 نانومتر كروماتين، وبعد كده عملت مور كوندنسيشن شكل حلزون كده هو 30 نانومتر كروماتين. وبعد كده دكاتره جبت سكافولدنج بروتين، انا في سكافولدنج بروتين كده اهو، يبقى 30 نانومتر مع سكافولدنج بروتين. وبعد كده عملت يعني قربتهم جدا من بعض، عملت هاير اوردر باكجينج. طيب انا لحد ما وصلت قبل الهاير اوردر باكجينج اللي هي بقول عليه ايو، ايو يعني فاتح، يعني لونه فاتح، ايو كروماتين. تمام. طب اما بوصل للمرحله دي بقول عليه هيتيرو، ماشي. يبقى الايو كروماتين ده يعني حاجه كده ايه، بلاقيها حاجه شكلها فاتح في النيوكليوس اثناء الانترفيس، لكن الهيترو كروماتين شكلها كوندنسد. طب انهي فيهم اللي هو سهل ان هو يبقى اكسسبل بالجينات بتاعه بقى الدي ان ايه ترانسكريبشن وكده؟ هو الايو كروماتين. وبشكل عام لو انا عايز اعمل يعني اي حاجه في الدي ان ايه، اطبع اي حاجه من الدي ان ايه، لازم احول الهيترو كروماتين للايو كروماتين. طيب مين اللي يفكلي بقى يعني الدي ان ايه اللي هو سوبر ويب دهوت؟ والله انا عندي انزيم اسمه توب ايزومريز. التوب ايزومريز دوت بيبدا يعمل بريكس في الدي ان ايه عشان يفك السوبر كودز الموجوده. يعني تخيل كده ان انت معاك الخيط، والخيط دوت معقد، عشان تفك العقد اللي موجوده دهيت بتبدا تفك الايه، عقده بعقده. التوب ايزومريز انزيم دوت ده انزيم بيعمل بريكس في الكويل دي ان ايه، فبيفك لي السوبر كولينج اللي موجود. يعني طيب فهمنا الدي ان ايه ستراكشر، تعالوا بقى نتكلم عن اللي احنا هنعمله اصلا في الشابتر ده. يعني حاجه الكلام ده كله بيزك، يعني مقدمه للمفروض هناخده في الشابتر ده. في حاجه الاول اسمها سنترال دوغما اوف دي ان ايه. يعني عندي حضرتك دهيت خليه ده موجود فيها كروموزومات في شكل دي ان ايه. فالدي ان ايه ده هو يعني بيعمل او انا بستخدمه في وظيفه من وظيفتين. الحاجه الاولانيه ان انا اطبع الدي ان ايه ده اهو، فاهمني، اعمل له ريبليكيشن عشان انا الخلايا دهيت هتنقسم وتديني 2 دوتر سيلز، فهاخد لكل 1 دوتر سيل
نسخه من الدي ان ايه اللي موجود عندي دهوت، او الوظيفه الاخرى ان انا احول الدي ان ايه دهوت ل ار ان ايه عشان كمان شويه احوله لبروتين في عمليه اسمها الجين اكسبريشن. طب نخلص الاول كده من حته الدي ان ايه ريبليكيشن. يعني ايه ريبليكيشن؟ ريبليكيشن حضرتك انا باخد 1 فول كوبي من الدي ان ايه، 1 فول كوبي، بعمل دوبليكيشن لكل الكروموزومات اللي موجوده في الخليه. ليه؟ لان الخليه ده هي دلوقتي هتنقسم وهتديني خليتين، وانا هدي لكل خليه نسخه من الدي ان ايه، يبقى هنا كل اول دي ان ايه هيتعمل له كوبي. طيب بالنسبه لموضوع الجين اكسبريشن، هل انا عامل نسخه كامله للدي ان ايه؟ ده انا حتى في اكبر الاوقات اللي بنسخ فيها كميات كبيره من الجينات عمري ما انسخ الدي ان ايه كله. يعني في بعض الاوقات ممكن انسخ جين 2 3 مع بعض، او في بعض الاوقات ممكن انا الجسم محتاج مثلا محتاج اميونوجلوبولين، والجسم محتاج جينات بتاعت الانسولين تتطبع، محتاج 50 جين يتنسخوا في نفس الوقت عشان هو محتاجهم بالفعل في الوظيفه. بس يعني مش هيحصل ان هو كل يعني ايه الجينات هو كل الدي ان ايه الطبيعي. يبقى اذا هنا نوت اول دي ان ايه، ماشي، مش كل الدي ان ايه هتعمل له اكسبريشن. طيب هو يعني انا بعمل هنا دوبليكيشن زي ما احنا قلنا عشان ننقل الماده الوراثيه بشكل كامل يعني. طيب العمليه كلها بتاعت الريبليكيشن هتتم عندي في النيوكليوس، العمليه كلها هنا النيوكليوس، ماشي. وفي نفس الوقت في حاجه اسمها الاس فيز. الاس فيز عارفين انتوا السيل سايكل، اتكلمت عنها قبل كده انا تفصيليا. كان في الاس فيز اللي هي مرحله السينثيسيس، كان في الام جي 1 او جي 0 لو هي ارست في جي 0، وكان في الاس فيز، وكان في كمان اللي هو الجي 2 فيز. فعمليه الدي ان ايه ريبليكيشن هتتم سينثيسيس في مرحله الاس فيز عشان اوزعها على الخليتين الموجودين عندي. طيب نرجع للجين اكسبريشن، هل الجين اكسبريشن هيتم في النيوكليوس بس؟ لا حضرتك، انا محتاج رايبوزوم، محتاج اعمل ترانسليشن، فبالتالي انا محتاج اطلع بره النيوكليوس عشان اكمل عمليه الدي ان ايه ترانسليشن يعني، تمام. وكمان يعني سريعا كده الترانسكريبشن بشكل عام بيتم في الانترفيز، نتكلم عنه قدام شويه يعني، ليتر قلنا هنتكلم عن الموضوع ده تفصيليا يعني. طيب يعني عشان يعني جاست تو ريكاب كده، يبقى الفرق ما بين الريبليكيشن والجين اكسبريشن، الريبليكيشن انا بعمله عشان انا هاخد فول كوبي من الدي ان ايه عشان هطبع خلايا، والجين اكسبريشن انا بعمله عشان اكسبريس الجين، اطلع بروتين او اطلع صفه، تمام. انا عندي بس سريعا كده ناخد معلومه عن السيل سايكل. احنا اتكلمنا قبل كده في فيديو تفصيلي عن السيل سايكل، قلنا ان احنا عندنا ام فيز اللي هي مرحله الميتوزس، المرحله دي انا ببدا اقسم فيها الخليتين اللي موجودين، الخلايا اللي موجوده عندي لخليتين، وعندي ما بين ال 2 ام فيز دكاتره، سوري، ما بين الام فيز والثانيه في اللي هي الانتر فيز، يعني دي كده كلها انتر فيز اللي هي بتتكون من ايه؟ بتتكون من الجي 1، وكمان عندي الاس فيز، وكمان عندي الجي 2 فيز، يبقى ام وجي 1 واس وجي 2 فيز. الجي 1 فيز ده هي الخليه بتبدا يعني تزيد فيها في الحجم، الاستراكشرز يعني ببدا ازود حاجات كتير جدا في الحجم عشان الخلايا اللي بتطلع من دي. في بعض الخلايا ما بتنموش، احنا عارفين انها تبقى ريست في الجي 0، يعني مثلا زي خلايا الاعصاب او بعض خلايا العضلات، الخلايا دي يعني خلاص مش هيحصل لها ريجينيشن او ما يحصلهاش جروس، فخلاص هي ريستد ان جي 0، بنقول عليها بيرمننت سيلز. في خلايا تبقى ريستد ان جي 0 ولكن لما بنستفزها بتنقسم زي الستيبل سيلز، زي مثلا خلايا الليفر يعني. طيب انا عندي الاس فيز هي المرحله اللي هيتم فيها عمليه السينثيسيس بتاعت الدي ان ايه او الريبليكيشن بتاعت الدي ان ايه.
طب الانترفيز، الانترفيز دي المرحلة او دي الفترة اللي ممكن يحصل فيها جين اكسبريشن في اي وقت. يعني الجين اكسبريشن ممكن يحصل في اي وقت ما عدا في حالة الايه؟ الام فيز. انا طول الوقت ممكن اعمل جين اكسبريشن الا لو الخلايا بتعمل ميتوزيس يعني. تمام؟ يبقى اذا ده بالنسبة للسيل سايكل. طبعا عندي شوية فارماكولوجيكال ايجنت، بس ده طبعا مش موضع الكلام عنهم. فارماكولوجيكال ايجنت بيشتغلوا على مراحل متعددة كده في السيل سايكل، فاهمني؟ لكن ده طبعا ايه، مش مكان الكلام عنهم يعني. طيب فاذا عندي الجين ده اكسبريس للار ان ايه، وانا عندي انواع اخرى من الدي ان ايه، ده انا بسميه ماسنجر ار ان ايه، فاهمني؟ هنتكلم عنه برضه تفصيلا قدام. ام ار ان ايه، انا عندي انواع اخرى من الار ان ايه هي ليست ماده وراثيه، يعني ده يعتبر رساله، ده يعتبر ستيل ناو يعني، هو ماده وراثيه فاهمني، لكن ليست ماده وراثيه، لكن هي شغاله بتعمل شغل جوه الخليه، فعشان كده بتاكت لايك بروتين فاهمني، بتشتغل زي البروتين. انواع اخرى من الدي ان ايه زي التي ار، سوري الار ان ايه زي التي ار ان ايه، الحاجات دي كلها بتشتغل زي البروتين. طيب الشابتر ده ايه اللي انا محتاج اعرفه منه؟ ساعات بيجيب سؤال بسيط ويديك يعني مثلا مثال زي كده اهو، 3 داش اند اهو، جي اي اي سي جي اي فاهمني، ويقول لك الار ان ايه اللي انا خدت كوبي من ده يطلع شكله عامل ازاي. طبعا هو بس التركه الوحيده هي اليوراسيل او الكومبلمنتري ليه، الكومبلمنتري اللي هو الاستراكشر ده. فاذا دي برضو النقطه اللي احنا ايه ناخد بالنا منها. طبعا احنا عارفين الدي ان ايه هو دي اوكسي رايبو نيوكليوتايد، دي اوكسي رايبو نيوكليوتايد. الار ان ايه سنجل ستراندد مش دبل ستراندد، دي نقط لازم ناخد بالنا منها. الار ان ايه دايما بيبقى في الفيروسز، الدي ان ايه موجود في ستراكشر في كائنات كتير او مخلوقات كتير، سبيشال طبعا الايوكاريوتكس. عندي ايه تاني ممكن في الشابتر ده يتسال؟ حته كمان اللي هو الجوانين هيعمل بيرنج مع ايه، الصايمين هيعمل بيرنج مع ايه، حته المساله برضو ممكن تتسال. طيب في سؤال برضو مشهور عند الدكاتره هو البريدج الفارماكولوجي، اي بريدج الفارماكولوجي في شابتر الموليكولار بيولوجي فهو مهم، اي بريدج تو فارماكولوجي في الشابتر بتاع الموليكولار مهم. طيب من ضمن الاسئله الاخرى في الامتحان هي السوبر كويلينج، يسال على الاستراكشر بتاع الاوكتامر اللي انا اتكلمت عنه، بتيجي في الامتحان بشكل دايركت، يسال على الاوكتامر، يسال على في صوره اللي هو الاي والهيتيروكروماتين بيجيبها في الامتحان، موجوده حتى في اليو اس ام ريورلد، صوره كده هو جوه النيوكلس، دي النيوكلس هي الاقي اماكن غامقه كده واماكن ايه فاتحه، اماكن غامقه اماكن فاتحه، فيعني دي نقطه مهمه ان احنا ايه نعرف. طيب ده بالنسبه لشابتر 1 واللي هو النيوكليك اسيد ستراكشر.